هكذا بدا المشهد في باب التباني صباح السبت. سباق محموم بين المقاتلين من التباني ونظرائهم في جبل محسن على إطلاق النيران بما توفر من أسلحة رشاشة وصاروخية. وحدها الفوضى احتلت الساحة الطرابلسية. فجر السبت طلع على مزيد من العنف الذي أدى إلى سقوط 3 قتلى وإصابة أكثر من 20، بينهم 6 من الجيش اللبناني. الام تي في دخلت أزقة التباني التي تحولت إلى متاريس وخنادق تعجز أدهى العقول العسكرية على فك شفراتها. جلنا مع المقاتلين في شوارع سوريا والزاهري والجهاد، استمعنا إلى مطالبهم وهواجسهم التي أكدت ألا صوت هنا يعلو صوت المعركة. ما حدا عم يمولنا بشي، وهذا كليته من مصريتنا. بعنا ذهبات ولادنا نسواننا، بعنا سيارتنا لحتى نمول نفسنا وندافع عن حقنا وعن المنطقة، منطقة باب التباني. قاعدين بحضننا وعم بيتدللوا وكل شيء، بس كرمال صورة السفاح فتحوا معركة فنحن لها. الانفلات الأمني تحول عند الظهر إلى هدوء حذر مع وصول عشرات الآليات التابعة للجيش اللبناني وانتشارها على الخط الفاصل بين التباني وجبل محسن وداخل المعسكرين، ما أشاع جوا من التهدئة التي سرعان ما تكللت عند الرابعة عصرا بإعلان هدنة برعاية الجيش بالرغم من بعض الخروق الفردية. نؤكد على قرار وقف إطلاق النار بشكل كامل وإنهاء هذه القضية وتحميل كل من يخل بالأمن مجددا كامل المسؤولية. نؤكد على تحميل الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني مسؤولية الحفاظ على أمن مناطقنا كافة. وفي موازاة المواجهة المسلحة كانت هناك مواجهات في التصاريح والمواقف بين تيار المستقبل من جهة ورفعت علي عيد من جهة أخرى. نحن ولائنا لبشار حافظ الأسد وللسيد حسن ولسيد أحمد نجاد ولكل الحركات المقاومة في فلسطين. نحن بهذا المشروع وشو ما عملته ما لح تجرونا. هذا الموضوع مفتعل من الأجهزة الأمنية وفي حركة ناشطة جدا للشبيحة بفرع المعلومات. بعض الأطراف والعصابات المرتبطة بالنظام السوري حاولت أن تربط مصير الطائفة العلوية الكريمة بمصير النظام السوري، رأس الأفعى هو النظام السوري، وكل ما يتحرك هو بإشارة من هذا النظام، والحل بقناعة وبكل شفافية لن يأتي لهذا الواقع إلا بزوال النظام السوري. وبين الفريقين تبقى طرابلس تنتظر الحل النهائي لمشكلة قديمة جديدة ولدت أصلا بتأثيرات من وراء الحدود، ولا بد أن يكون حلها مرهونا بتطورات الجوار.